هتبعتني بصورها بس عشان نبقى نتفرج عليها. اعملها فيديو. ما نعملها فيديو عشان نتفرج عليها كلها وهي بخيطها كده. قربت تلمس وش بص اعملي لفها ازاي. دي ماتت الكوكروتش ماتت. شكلها ازاي؟ انا سايب لها كيس مفتوح. سايب لها كيس مفتوح. طب ثانية واحدة بس ثانية واحدة. الحمد لله. طيب عمال يلف 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 عشان هي لسه عماله تحاول تهرب. شايف بيحط عليها خيط قد ايه؟ خيط خيط خيط. طب بيلفها عشان يكسر بقنها. اكسر ايه؟ اكسر ايه؟ مش بيكسر عشان هي لسه عماله تحاول تهرب منه فهو بيمسكها كويس. عايز يلفها كويس عشان ما تهربش. بص على ايه؟ بص عليه. طب انت عندك كذا حشره في البيت؟ لا لما بيبقى عندي بجيبهم هنا وبفرجك عليهم عشان عارفه ان انت بتحب تتفرج. طب انت عندك واحده انت عندك دي بس؟ دلوقتي ليه؟ انت ما احنا عارف الحشرات اللي احنا حطيناها دي من الاخر تحت الارض في الحاجة اللي هي الفراشة دي. بص لسه هي عمالة تحاول. شايف؟ امتى هتاكلها؟ لما تموت بقى خالص. هو بيحب يموتها وبعدين ياكلها بس ما بياكلش حشره ميته. لازم هو اللي يموتها. هو الحشره دي تموتها لوحدها. هو اللي يموتها فتقل. يلا ادخل بقى جوه لم الحاجات دي وادخل جوه وهبقى هاجي لك تاني. دي حشرة مع دي الوحيدة اللي هي عايشة معايا. دي الحشرة اللي أنا معايا هما التانيين ميتين. دي بقى كبيرة جدا. دي لازقة فيها. لازقة في عصاية عشان اسمها نادي العصر. دي بتحب عصايات كبيرة جدا. عصايات. دي ماتت خالص 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 خالص. بتخيط وشها. انت تصوريها. امتى هتصوريه بقى؟ بصوره هو لسه بيلفها تاني. انت بتعملها فيديو؟ تبعتيها لمين؟ مش هبعتها لحد. ليه؟ عشان نتفرج عليها كلنا مع بعض بعد كده. انت ماتت؟ دي الوحيدة اللي انا بقولك عليها. انت ماتت؟ مش بتتحرك؟ ما هو ان شاء الله ميتك ولا مش؟ دي ماتت؟
ايه الخياط؟